السلام عليكم، حياكم الله متابعين ترو جيمنج في فيديو جديد راح نستعرض فيه ماينكرافت RTX وتقنية RTX في ماينكرافت، وفي مرحلة خاصة مصممينها لنا انفيديا فيها المملكة والعليا. The comrades I've lost won't stop hurting. It's like they're all still there. You feel it too, don't you? فحسن خلينا ندخل. قبل ما ندخل نسيت اعرفكم من حنا، والله اني ماش بس هذا حسن الجريس، مصور مبدع حق ترو جيمنج ومبدع برضو في ماينكرافت، وانا نواف النغموش. فخلينا نبدا الحين. يلا خلاص، هذه مرحله كيم اند جاكس، هذه المصممه تصمم مراحل بشكل عام لانفيديا وماينكرافت RTX. فهذه المرحله مسويتها حقه المملكه وبنشوفها الان. طبعا هذه الحديقه او المدخل حق برج المملكه، فيه النافوره الصفراء هذه اللي ما ادري هي نافوره ولا مو نافوره، بس شيء اصفر. يعني ما اذكر ان برج المملكه في شيء اصفر زي كذا من تحت، بس انه يعني هذا شيء اصفر. هذا الحي اللي قدامه. طبعا الان احنا في النهار، الانعكاسات ما تبين بشكل قوي، لكن الانعكاس بيبان، انعكاس الشمس هو اللي بيكون اقوى شيء الحين. فلو نحول على برج المملكه ونشوف الانعكاسات اللي فيه، بتشوفون مثلا نفس كيف الغيوم انعكسه نفسها على القزاز حق البرج نفسه. وين الشمس احس نطل فوق عشان نعرف وين تنعكس، يعني بتجي على الجهه الثانيه من البرج، فبنشوف الشمس هناك انعكاسها الرهيب عليه. شفت جاي على الطرف اخر شيء، هذا هو هذا انعكاس المرحله نفسها من الارض. المرحله النافوره والمدخل الثاني للبرج. حلو. ليش في اخضر؟ مو دائما يتغير هو اصلا؟ على حسب المزاج يعني. هو عشان يوم وطني يعني؟ ها؟ اليوم وطني. لا اللي ما في يوم وطني، خلص يوم وطني. طيب شو تسمي برج المملكه يمكن تصير حسن؟ عين سارة. اقسم لعبتي كانت لورد اوف ذا رينجز. ها؟ تسميه فتاحة بيبسي اصلا. قبل ما تروح اهدى هنا، نظر السيراميك. ما ادري انا اجين حول المملكه هل في سيراميك ولا لا، بس انه يعني الاطراف يعني صح. بس انه شوف الشمس كيف بدات الشمس تغيب، شوف كيف النور منعكس هنا، وشوف من الجهه الثانيه اللي مغطي عليها المملكه نفسها ظلاء زي الظل من العماير هذه اللي جنبها. فشيء حتى العماير من هنا شوف شلون النور جاي في عيونك كذا. طيب الحين الشمس قربت تغيب وبيجي الليل قريب، وبتشوفون كيف الجهه هذه، خاصه الجهه هذه الاضاءه فيها والانعكاسات حقت الري تريسنج شيء مره خرافي. شوف هنا حتى تبان من هنا لما تدخل بين البيوت. من اللي ساكن في البيوت ملصق في بعض زي كذا؟ مره ضيق، ما عندك تطلع الا في وجه جارك. شوف الاناره اللي هنا. طبعا حسن انت عندك بلوكات اناره، حطها خلينا نشوف بلوكات اناره. إيه إيه إيه. شوف كيف. ايوه لا تكسر، قلنا حط بلوكات اناره. ايوه حطها بالنص هنا بين البيوت عشان تبان. الله والله مهندس، اكيد مو بهذه انت اللي مصممها. حطها كذا بالنص. اي شوف شلون على طول انعكس. حط اي يعني لا تصك، خلينا نشوف، احنا بنوري الفكره ليش تقفل. بس خلاص. ايوه شوف الحين كيف النور قوي صح؟ كسرها شلون على طول بيقل. شوف على طول يعني الانعكاس يختلف. والنور قال اوه ادخل جوا البيت. كسر كسر كسر. شوف شلون. الله ابداع صراحة. كم يعني طبعا كم مثل ما قلنا عندها أكثر من مرحلة، هذه بس مرحلة المملكة اللي سوتها. في مراحل عندها واجد يعني جبارة صراحة، تخليك تتفاجأ من ناحية الإنارة فيها ومن ناحية استعراض التقنية الـ RTX اللي جاي مرة بشكل جبار في ماينكرافت. خلينا نشوف. جاء الليل حسن، احنا داخل البيت. الله. اوه لا لسه، هذا الشفق، هو الشفق اللي يسمونه، ولا الشفق بس الصباح؟ الشفق ظهر الصباح اللي يسمونه توايلايت. توايلايت مو باللي يجي في الليل مرة؟ فجر؟ لا هذا كذا بين الصباح وبين النهار يعني بالليل النهار يعني خاصة بداية النهار. اي بداية الصباح يعني.
يسمونه الشفق. شوف لا وقف 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 ارجع ورا شوي، شوف كيف الانوار حقت الحاره منعكسه على البيت نفسه او بيت البرج كامل. ناظر حتى اللمبات الخضراء حقت المملكه كيف جايه، بخر الغيوم شوي كيف نفسها منعكسه وبعض كانها صدق عين ساورون الحين، مو بفتحها جلسي بس باقي تحطها حمراء. طل في ايه كذا، ابغى كذا عطى كذا عرفت اللي نظره، انزل على الارض في المملكه اطيح بس وازن نفسك على القريب من السرير وناخذ كذا لفه كامله على المدينه. طيب. شوف الرياض او بس المنطقه اللي عليها. الله ابغى اضيع هنا، ابغى ادخل كسر البرج شوف في شيء جوا ولا لا. ها في شيء؟ لا. ادخل 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 ادخل، كسر زياده ما فتحه كبرها. في شيء شفت؟ اوكي ادخل جوا. اوكي والله متعب حتى من الاناره من جوا متعب عليها. ايه وهذا كان الفيديو الخفيف عن استعراض التقنيه هذه، ان شاء الله يكون عجبكم. خلوكم عندنا هنا في القناه حتى تشوفون فيديوهات اكثر عن استعراض تقنيات للالعاب جديده واي شيء يخص الجيل الجديد من الالعاب. كان معكم نواف النغموش وحسن الجريس.